زلاتكو دالتش، علشان معاه مجموعه مش قويه قوي زي بتاعه كرواتيا، وقدر يكسب بيها فرق زي الارجنتين ووصل بيها لنص النهائي لتاني مره تانيه في تاريخ كرواتيا، ومجموعه مجموعه ما فيهاش تقريبا عن كام لعيب بس هم الكبار. يعني افضل مدير فني يعني ليه تاثير في كاس العالم هو فرنسا. فرنسا ان فرنسا كذا بلع كذا فتره، يعني نتيجه مش كويسه في المونديال، بس انت يعني هي المرشح الاقوى السنه دي ان هي تاخد الدوره دي، ان هي تاخد كاس العالم. انا شايف كده. المدير الفني منتخب بلجيكا مارتينيز، عشان يعني وبمساعده طبعا هنري مساعد المدير، وعامل اداء رهيب مع المنتخب، بيعرف يضع الخطه وله مساعدات الله. هو مدرب بلجيكا كابتن مارتينيز، ده مدرب كويس جدا وبيعتمد على الطريقه الهجوميه في الاول وفي الاخر. طريقه بلجيكا بتلعبوا 3-5-2، يعتبر لعيب الخبره كلها منزلها في الملعب. مدرب كرواتيا على التوليفه اللي هو عاملها، وعامل ثنائي كويس في خط النص بين مودريتش وراكيتيتش، الاثنين عاملين خط نص متميز، وفي سرعات كتيره عنده بروزوفيتش، وعنده كذا لاعب برده على الخطوط بيعمل بيهم سرعات على الجناب في الهجوم المرتده، وبرده ان هو عارف يوقف لعيبه كتير، زي مثلا في ماتش الارجنتين هو قدر يوقف ميسي وما عرفوش يعملوا معاهم اي اداء. فهو المنتخب مش اسم كبير، بس عارف يوصل نص النهائي لغايه دلوقتي وباداء متميز وكويس.